نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. انطلاق أول صالون رقمي للتشغيل غدا بتونس، وأكثر من 600 مؤسسة تقدم عروضا تخص 3000 وظيفة. المناطق الصناعية المحدثة تواجه إشكاليات عديدة، من أهمها غياب مناخ جاذب للاستثمار والأعمال وغياب إدارة رقمية. وبعد الاعتراف باستقلالهما، بوتين يأمر بنشر قوات روسية في دونيتسك ولوغانسك، ومجموعة السبع والأوروبيون متفقون بشأن العقوبات ضد موسكو. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. صالون رقمي للتشغيل هو الأول تنطلق أشغاله غدا بتونس. الصالون الذي يهدف إلى توفير فرص للباحثين عن عمل في مختلف ولايات الجمهورية يقدم 3000 عرض في أكثر من 600 مؤسسة اقتصادية. أكثر من 600 مؤسسة قدمت ما يزيد عن 3000 وظيفة في جميع الاختصاصات بمناسبة الصالون الرقمي الأول للتشغيل الذي سيقام يومي 23 و24 من فبراير الجاري، ويهدف إلى تلبية حاجيات المؤسسات من الكفاءات والمهارات عبر الوسائل الحديثة للاتصال من خلال إجراء محادثات انتداب عن بعد مع الباحثين عن شغل. حبينا نمشيو ديريكتومون للناس نتاع التكوين المهني وحاملي الشهادات العليا، معناتها حتى صارت عملية انتقاء في العروض اللي جاتنا. جاتنا برشا عروض، العروض متوفرة، طالب الشغل اليوم أنا نحثهم باش يصبوا في العروض هذية وباش يحضروا رواحهم بالقداء للمحادثات اللي باش تصير عن بعد. هي محادثات باش تصير عن بعد، فما ديزيتاب هي باش يصيروا اللي هي فيها عملية انتقاء، والانتقاء تصير من المؤسسة، معناتها المؤسسة هي اللي باش تختار الناس اللي باش تعمل معاهم المحادثات عن بعد. طبعنا العروض اللي ثبتها المؤسسات باللي كاليتي باللي كومبيتونس ركيز بار لي زونتربريز، قاعدين نتبعوا مع مكاتب التشغيل نتاعنا، قاعدين كيف من الاول شفنا المؤسسات والكاليتي دي زوفر، وبعدك تعدينا لي كانديداتور مع مكاتب التشغيل، قاعدين نعملوا في لافاز دو بري سيليكسيون باش هكاك نقدموا للمؤسسات دي شارشار دومبلوا دو كاليتي كيما هما يحبوا عليهم. صالون التشغيل الرقمي يمنح المجال ايضا للعمل بالخارج من خلال تمكين المؤسسات الاجنبيه من تقديم طلباتها وحاجياتها للتوظيف. حق فما مجموعه نتاع مؤسسات اجنبيه من عديد البلدان، من فرنسا، من كندا، من قطر، من العربيه السعوديه، اللي الحق سجلت في المنصه هذه وأودعت فرص التشغيل متاعها، وحاليا هي قاعدة تقوم بعملية الانتقاء. مجالات واختصاصات عديدة للتوظيف يترشح لها طالبو الشغل، ينتظر أن تدعم فرص الباحثين عن شغل في الحصول على وظيفة. تختتم اليوم المحادثات الفنية الافتراضية التي انخرطت فيها تونس مع صندوق النقد الدولي منذ 14 من هذا الشهر بخصوص حزمة الإصلاحات التي تنوي القيام بها وتقديمها كضمانا للحصول على برنامج تمويلي جديد من الصندوق يفتح لها باب الخروج إلى الأسواق الدولية. طبيعة هذه الإصلاحات ومدى حتميتها في الفترة الحالية محور هذا الروبورتاج. ينهي صندوق النقد الدولي هذا المساء محادثاته الفنية الافتراضية مع تونس، وهي محادثات تتمحور حول برنامج توافقي للإصلاح الاقتصادي يصاغ بين الحكومة والمنظمات الوطنية للتمهيد لانطلاق مفاوضات جدية إثر تقييم بعثة الصندوق لزيارتها الافتراضية التي بدأت يوم 14 من هذا الشهر، ما يعيد إلى الأذهان أسئلة لطالما طرحت عن ضرورة هذه الإصلاحات وماهيتها وتبعات تأجيلها. الإصلاح أفضل من عدم الإصلاح، أفضل من اللي نقعدوا في الوضعية اللي احنا فيها، وضعية اقتصادية سيئة المواطن لا يشعر بها اليوم حتى في قوته معناها اليومية. ونعتقد ان الإصلاح معناها ماهوش بالطريقة اللي كما وصلت المواطنين عبر وسائل الإعلام وعبر بعض المحللين الاقتصاديين بأن هي تصريح عمال، وبأن هي معناها إغلاق بعض المؤسسات العمومية، وبأن هي ارتفاع مشتت لأسعار المحروقات، عمرها ما كانت هذه. لهذا نعتقد كنا من الأفضل نقدموا معناها الإصلاحات بمفهومها الاقتصادي ولا بمفهومها الاجتماعي السياسي.
لان سيسناها برشا وعطينا مفهوم اجتماعي خلينا الناس تخاف من الاسلحه. الاصلاحات هذه احنا مقتنعين بها كخبراء والحكومه مقتنعه بها وذوي القرار مقتنعين بها لانها لازمه في مصلحه الميزانيه وفي مصلحه النمو الاقتصادي وفي مصلحه المؤسسات هذويا. اذا كان ما نبادروش بها ما احناش احنا منتظرين صندوق النقد الدولي في ولا في غيره باش يجي يفرض علينا. احنا مقتنعين بها ونعرفوها اكيده لكن يجب التسريع ويجب معناها تلافي ضياع الوقت اكثر واكثر. الإسراع بالاتفاق على خريطة طريق إصلاحية لملفات كالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم وكتلة الأجور والصناديق الاجتماعية وغيرها من الملفات الأخرى قد تبعث برسائل للمؤسسات المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي سيمهد بدوره الطريق أمام الاقتراض الخارجي في وقت تحتاج فيه الميزانية إلى تعبئة 14 مليار دينار من الأسواق الدولية. إذا كان اليوم ما نلقاوش أرضية للتفاهم المبدئي وإلا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى طرف أجنبي وآخر معناه لا يمكن له باش يقرضنا على السوق المالية الخارجية، حتى وكالات الترقيم السيادي تستأنس بموقف معناها صندوق النقد الدولي وبموقف البنك الدولي، ولذا الاعتبار المهم المرة هذه هي هذاك معناها الشرط اللي ولا علنا قبل كان معناها بطريقة مخفية اليوم ولا علنا. ويؤكد أستاذ الاقتصاد فتح النوري أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يجب ألا تحجب أمرا مهما هو استرجاع نسق النمو من خلال إصلاح منظومة الإنتاج. راهو ما تنجم تحل المشاكل هذه إلا بخلق الثروة وقت نرجعوا النمو الاقتصادي، ان شاء الله الاصلاح يكون مبني على اصلاح منظومات الانتاج، لان مش كنا اليوم كله في تونس منظومات الانتاج، وقت يقع اصلاح هذه المنظومات الانتاج ويكون ثم برامج اليوم موازيه مع اصلاح المنظومه هذه الماليه العموميه، ونكون ربما قطعنا معنا خطى ثابته وخطى ايجابيه نحو التقدم ونحو الخروج من الازمه اللي عليها. وفي ظل هذه الوضعيه الماليه التي تحتاج فيها الميزانيه لجرعه تمويل من صندوق النقد الدولي، يظل العمل على تحسين مردوديه القطاعات المنتجه بالاعتماد على الثروات البشرية أمرا ملحا. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد حرصه على استقلالية القضاء والقضاة وتخليص قصور العدالة مما علق بها منذ عقود من نقائص. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال وتناول جملة من المواضيع المتعلقة بسير المرفق القضائي. وقال رئيس الجمهورية إن القاضي لا يمكن أن يحل محل المشرع في سن القوانين، معتبرا أن روح الشرائع تقتضي ألا تمارس كل جهة وظائفها إلا في إطار القانون. كما ذكر رئيس الجمهورية أن الغرض من إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، مشددا على أن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء. أي دور للقوى الديمقراطية في الدفاع عن استقلالية القضاء في زمن الاستثناء؟ مسألة بحثت فيها المفكرة القانونية فرع تونس خلال ندوة بالعاصمة من منظور مقاربات أساتذة قانون دستوري وقضاة ونشطاء في المجتمع المدني. تطرح مسألة الدفاع عن استقلالية القضاء في صلة بتركيز مجلس أعلى مؤقت القضاء يصنف بالخاضع للسلطة التنفيذية بعد حل آخر كان نتاج انتخابات، وهذا في ظل وضع عام تحكم الإجراءات الاستثنائية. تطرح هذه المسألة دورا على القوى الديمقراطية أي المجتمع المدني والأحزاب التي تلاعب به عبر أشكال مختلفة موصوفة بالنضالية. فهذه الكل خطوات مهمة جدا في الدفاع عن استقلالية القضاء، لأنه مكسب مش فقط للقضاة معناها بأنفسهم ولكنه مكسب قبل كل شيء للمتقاضين وللديمقراطية، لأنه مطلب استقلال القضاء ما يلزمش ننسيه أنه صحيح كان فما قضاة شجعان قبل الثورة اللي تحملوا مسؤوليتهم وطالبوا باستقلال القضاء، ولكن أيضا المطلب هذايا كان مطلب الحركة الديمقراطية ولازال معناها باش يقعد ديما مطلب، لأنه شرط مركزي لأي ديمقراطية هو الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، لأنه ما فماش حقوق حريات إذا القضاء ما يكونش مستقل. المجتمع المدني متمسك ب مش فقط بالدستور التونسي وإنما كذلك باتفاقيات الدولية الحامية والضامنة لحقوق الإنسان. السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية لم يقل أنه أنا تونس لم تعد طرفا في اتفاقية هامة وهي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي يركز على مسألة استقلالية القضاء. بالتالي نحن كمجتمع مدني سوف نتمسك بالقاعدة القانونية، سواء الدستور البلاد نراه مازال صالحا، ثانيا
الاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق الإنسان والضامن لحقوق الإنسان ونعمل في إطارها. دفاع القوى الديمقراطية عن استقلالية القضاء يقدم وفق هذا التصور ثمانة لحرية إصدار الأحكام وحسن تطبيق القانون وحماية لحقوق المتقاضين، وهذا لن ينفي عنها. وحسب الناشطة في المجتمع المدني شيمة بولال، وجب الخروج بالنقاش حول مسألة إصلاح القضاء ككل من الدوائر الضيقة إلى الشارع بالمعنى الحرفي للكلمة. يعني أنه يصبح المواطن أو المواطنة على وعي تام بأنه إصلاح القضاء هو يمسهم إذا اليوم إذا غدوة أو حتى يمسهم كمجتمع. ثاني حاجة، دور مهم في أنه الخروج من الاستقطاب اللي موجود حول هذا، يعني حول هذا الأمر الآن في الحالة الاستثنائية. إذا أنت ضد القرارات اللي تم أخذها، إذا أنت ضد الإصلاح، إذا أنت مع الإصلاح إذا لازم توافق كل القرارات اللي تم أخذها. هذه ثنائية ما عندها وين توصل، وهذه الثنائية لازم نخرج بها ما بينات بعضنا الفاعلين والفاعلات، لكن أيضا بالنسبة للمتفرج وبالنسبة للمواطن المتابع اللي هو متأثر بهذا الشيء. التقصير في إصلاح القضاء ووفق التقديرات لا يعني الهدم، بل التشخيص المعمق قبل المرور إلى الحلول. بلدان أخرى اللي هي مرت يعني بأزمات مماثلة في تونس وكان عندها رغبة في أن تصل إلى القضاء، كان يتطلب استثمار في التعليم، كان يتطلب استثمار في خلق أو تشبيك ما بين الفاعلين المختلفين، على عكس ما يحدث الآن اللي هو اختزال الإصلاح في مؤسسة واحدة أو شخص وحيد. وقت نحكيه على ركائز توفيق، يعني ركائز تطبيق القانون، فما أمور لا يمكن العودة عن الأثر متاعها. وفق هذا التصور يصنف دور المجتمع المدني والأحزاب كقوى ديمقراطية بالحيوي في زمن الاستثناء للدفاع عن سلطة غير خاضعة. تناول لقاء رئيس الجمهورية بوزير تكنولوجيا الاتصال اليوم الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين للمشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية، وأكد رئيس الجمهورية أن المشاركة المكثفة للتونسيين في الاستشارة ستعبد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ البلاد تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهمية لفظها تونسيون لأنها لا تعبر عن إرادتهم. جددت رئيسة الحكومة نجلة بودن خلال لقائها بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تأكيدها على الدور الفاعل للمنظمة الشغيلة في حلحلة الأوضاع الاجتماعية وتوفير مناخ اجتماعي ملائم للانطلاق في الأولويات والإصلاحات الضرورية التي ينتظرها التونسيون. وهنأت رئيسة الحكومة الأمين العام بإعادة انتخابه على رأس المنظمة الشغيلة، مثمنة وجود امرأتين في المكتب التنفيذي الجديد، وداعية إلى ضرورة تعزيز وجود المرأة في مختلف المناصب القيادية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. من جهته أكد الأمين العام لاتحاد الشغل أن الاتحاد سيعمل بعد انتهاء أشغال المؤتمر على دراسة كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية. من بداية الأسبوع سننكب على كل هذه الملفات. بلادنا في حاجة إلى تضامن وطني حقيقي، شريطة أن يكون هناك صدق وتكون مثابرة وتكون تم إرادة حقيقية صرفة، وخاصة يكون معناها شعبنا فهمني أجور معناها ملم بكل الخطوات اللي مش نقوم بها، وتكون معناها الناس واضحة في الخطاب نتاعها وفي توجهاتها المستقبلية. يحظى قطاع الصناعة بأهمية كبرى في الاقتصاد التونسي، إذ يمثل 25% من الناتج الداخلي الخام. تطور هذا القطاع يبقى حسب الملاحظين رهينة مواكبة القوانين والتشريعات المنظمة له لتطور العصر ومجاراة نسق تطور الاقتصاد العالمي. تعتبر تونس سادس أكبر قطاع صناعي في القارة الإفريقية، ويتكون القطاع الصناعي التونسي من العديد من الشركات والتي يفوق عددها 5700 شركة. ولقطاع الصناعة أهمية كبرى في الاقتصاد التونسي، إذ يمثل 25% من الناتج الداخلي الخام، وتوجد في تونس 182 منطقة صناعية. وحسب الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، فإن تونس تسعى لإنجاز منطقتين صناعيتين بولاية صفاقس، وهما المنطقة الصناعية ضيعة زروق المبرمجة خلال مخطط الدراسات ما بين 21 و 2025 و 2000، وتقدم مساحتها ب 200 هكتار، والمنطقة الصناعية الدخان والتي ستكون على ذمة المستثمرين أواخر السنة الحالية على مساحة تقدر بحوالي 50 هكتار.
أحداث مناطق صناعية جديدة يكون تحت إشراف الوكالات العقارية الصناعية، وقد انطلقت في أواخر ديسمبر الفارط في إنجاز المنطقة الصناعية المرجى بالفحص، ولكن إشكاليات تشريعية وقانونية عطلت انطلاق الأشغال في الأجال المحددة. وحسب أهل الاختصاص فإن إنجاز مناطق صناعية مندمجة من الجيل الرابع يكون بمواكبة القوانين لتطور العصر. الوقت وخر برشا للبروجي هذا، كنا نجمو نبدوه في شهر جويليا، كنا حاضرين في لابيل دوفر، كنا حاضرين في ليتود، كنا حاضرين في كل ما هو يخص تقنيات البناء، ما التعطيل كان بسبب تغيير الصبغة، والحمد لله وصلنا في الاخر غيرنا الصبغة مع الجهات المعنية، واخذينا التحويز نهار 30 نوفمبر، انطلقنا الأشغال نهار 10 ديسمبر في المشروع هذايا. طبعا المشروع هذايا في المرحلة متاع التيراسمون، احنا تقريبا 12% تو تقدم أشغال في متاع المشروع. المشروع فيه ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى فيه 17,000 متر مربع، الهدف متاعه تجميع الأنشطة الموجودة في الفحص مع توسعة كبيرة، تقريبا اليوم نخدمه 1800 خدام، الهدف باش نكونوا 2400 خدام. وستنطلق خلال شهر مايو القادم المرحلة الثانية للتوسعة للمنطقة الصناعية المرجى بالفحص على مساحة تقدر ب 6000 متر مربع، وستكون انطلاقة المرحلة الثالثة من المشروع السنة المقبلة. احنا 11 شهر في دينا باش نكمل المشروع هذا، وقدرة لي برومو عندنا بريسك افونسمون 20% من المشروع، وقاعدين نعملوا في المتابعه يوميا على هذا المشروع، وقدره الله معنا نحاولوا نحضروا المشروع في الوقت نتاعو ويكون حاجه باهيه بالمواصفات العالميه وبالسيكوريتي نتاع بعد في الانسلاسيون نتاع لي ماتيريال وكل شيء. ازدهار قطاع الصناعه في تونس يبقى رهينه مواكبه القوانين والتشريعات المنظمه له لتطور العصر ومجارات نسق تطور الاقتصاد العالمي، فاحداث مناطق صناعيه جديده من الجيل الرابع وبمواصفات عالميه ستكون جالبه للاستثمار ومحفزه لبعث المشاريع. رغم موقعها الاستراتيجي والتسهيلات المقدمة، لم تتمكن المنطقة الصناعية بتالا من استقطاب المستثمرين بسبب غياب بعض المرافق الأساسية كالإنترنت والهاتف والإدارات العمومية. على مساحة تقدر ب 42 هكتارا تمتد المنطقة الصناعية بتالا التي برمجت منذ سنة 12 و2000 وانتهت أشغال تهيئتها بقيمة جملية تقدر ب 12 مليون دينار منذ حوالي سنة، إلا أنها تبدو غير جاذبة للمستثمرين. والمنطقة الصناعية جاهزة بجميع الشبكات، مؤخرا بدأت أشغال كهرباء البير اللي باش تزود منها المنطقة الصناعية بالماس على الشراب، وتحتوي على 47 مقسم من تقريبا من 3000 متر إلى 10000، دونك تو موضوع على ذمة المستثمرين أبناء الجهة وغير أبناء الجهة اللي راغبين في بعض المشاريع. ثم شكون عنده مشاريع طالبين عليهم تمويل ذاتي 3-4 مليار، هذه راهي مشكلة. اليوم الدولة نورمالمون أنها هي اللي تكون قاطرة الاستثمار. كيفاش تكون قاطرة الاستثمار؟ صحيح حققنا نحن منطقة صناعية. اليوم عندك مشكلة في الإدارة، تقريب المرفق العام الإداري للمناطق هذيك باش نجم مستثمر يحب ينجم يحب يلقى بحذاها سيناساس، يحب يلقى بحذاها سلسلة نتاع بنوك. مشروع انتظره أهالي تالا لسنوات لدفع الحركة الاقتصادية بالمنطقة والاستثمار في ثرواتها، إلا أن هذا الفضاء الصناعي لم يستقطب بعد مستثمرين لعدة إشكالات قد يكون أعمقها غياب المناخ الملائم للاستثمار وغياب المكونات الأساسية للمناطق الصناعية. شنو ينقص في الاكستنسيون نتاعها؟ ما تلقيش انترنت، ما تلقيش التليفون. إذا كان اليوم نحكوا على الاستثمار نفكروا في التصدير، إذا كان اليوم مؤسسة منتصبة وما عندهاش انترنت كيفاش باش تخدم؟ لم يتم الترويج للمناطق الصناعية بعد ما تم إنجازها، فبقات معنا بنايات معنا فاضية وفارغة، مجرد معنا بنايات موجودة في أماكن معنا في امتنائية، لا ديسيرت نتاع النقل يوصل لها ولا يجيب. وماذا بينا معنا الدولة بل ما تركز المناطق الصناعية تفكر في العناصر الأخرى المهمة جدا وهي تحسين مناخ العمال، وبالشكاكة معناها نجلب الاستثمار
ونخلقوا ثروه ونخلقوا مواطن شغل. وتتطلب هذه المناطق الصناعية بحسب البعض تدخلات أعمق والعمل على تحويلها إلى مدن صناعية تضم إدارات وبنوك تسهل أعمال المستثمر، إضافة لتهيئة المسالكية منها وإليها. وللمزيد حول المناطق الصناعية في تونس تحضر معنا في الاستوديو المدير العام للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة ندى لشعل. إذا سيدة لشعل، بداية لو تقدمي لنا لمحة عن واقع المناطق الصناعية في تونس. قبل كل شيء نحب نتقدم بالشكر على الاستضافة وعلى اختيار الموضوع. الحقيقة موضوع فيه على درجة من الأهمية ويكاد يكون شغلنا شاغل على مستوى وزارة الصناعة، باعتبار أن البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية هما المحفز الأساسي لاستقطاب المستثمرين والدعم والنهوض بالاستثمار. اليوم وزارة الصناعة دورها فاش يتمثل في تحديد وتنفيذ السياسات الوطنية في تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، وفي هذا الإطار بطبيعة الحال تم إحداث الوكالة من سنة 1973 تقريبا. نعم. الوكالة العقارية الصناعية واللي لعبت دور هام جدا. بالعودة إلى سؤالي عن واقع المناطق الصناعية، هل هو واقع جيد؟ هل يعني الأمر يتطلب إحداث مناطق صناعية جديدة؟ يعني وضعنا إقليميا هذا؟ بالطبيعة خلتنيش نكمل التسلسل الأفكار. حبيت نقول اللي وزارة الصناعة تقوم بالتهيئة من خلال الوكالة العقارية الصناعية ومن خلال الأقطاب التكنولوجية والتنموية اللي من ضمن مهامهم، موش المهام الأساسية، من ضمن مهامهم توفير زادة البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، وعن طريق المركبات الصناعية والتكنولوجية خاصة في مناطق التنمية الجهوية لمعاضدة مجهود الوكالة العقارية الصناعية، خاطر حق محتاجين لأكبر عدد ممكن من المناطق الصناعية، مش من حيث العدد حتى من حيث الجودة. الجودة نعم. اليوم الحقيقة سنأتي على ذلك في 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 سؤال آخر سيدة. هذا يجرنا أيضا إلى أنه هناك بعض الملاحظين يربطون تطور القطاع الصناعي في تونس بتطور التشريعات وتجاوز التعقيدات الإدارية، كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟ بالطبيعة هو من ضمن الحقيقة الإشكاليات اللي تعيقنا هما النصوص القانونية والتشريعية الحالية، واللي ما عادش مواكبة ومعاش تخلينا النجم نطور البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية. والوزارة توا تقريبا بصدد مراجعة العديد من النصوص هذه على غرار النصوص اللي النصوص الخاصة بالوكالة والأقطاب والمركبات في اتجاه تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات متاع خاصة الوكالة وتحديد المدخرات العقارية الصناعية التابعة للوكالة ووضعها على معناها على ذمة المستغلين والصناعيين والمستثمرين. العديد كما قلت لك من العمليات بصدد الإنجاز. ضيف على ذلك احنا توق أوشكنا على استكمال الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 تقريبا، مش يتم مصادقة على التقارير النهائية لها خلال الأسبوع القادم. الدراسة هذه بطبيعة الحال حددكم كتوجه استراتيجي رئيسي تطوير مناخ الأعمال، من ضمن ذلك تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية لتوفير مناطق صناعية تتوفر فيها كل الخدمات تقريبا. هذا ما يسمى بالمناطق المندمجة ولا بالجيل الرابع كما قال السيد المدير العام للوكالة العقارية الصناعية. معي من خلال الروبورتاج الذي مرناه مثلا نأخذ مثال المنطقة الصناعية بتالا. الحديث أنه رغم وجود المنطقة الصناعية عدم وجود استثمارات، وذلك لعدم توفر بنية تحتية ملائمة ومشجعة للاستثمار. هل بحثتم في إيجاد حلول لتجاوز هذه المسألة؟ بتبيع هو الحقيقة راهو ما يكفيش لجلب الاستثمارات، ما يكفيش كونك توفر منطقة صناعية. حتى ولو المنطقة الصناعية فيها خدمات تلبي حاجيات المستثمر محتاج
البنية التحتية أخرى على غرار المستشفيات، على غرار المدارس، على غرار البنوك، نعم. معناها محتاج محيط للتعايش في معناها في المناطق الداخلية. لاحظنا اللي فما بيوعات، تو المنطقة الصناعية بتيلة اللي كنا نشوفوا فيها نسبة البيوعات وصلت حتى 95% على حسب آخر إحصائيات أخذيتهم من عند الوكالة. لكن نسبة الاستغلال الفعلي معناها يتم اقتناء المقاسم أما المستثمرين يكونوا عازفين على تنفيذ المشاريع، يا إما يكون هو مش متهيأ من لول أو ينتظر تحسن ولا ينتظر تطور المناخ في المنطقة هذيك باش ينجم يستثمر. وكما قلت لك الدراسة الاستراتيجية وضعت مخطط عمل يمكن من تطوير البنية التحتية ومن استقطاب المستثمرين. من ضمن المخرجات نتاع الدراسه هذه واللي مش ننطلقوا واللي نجم نقول انطلقنا ديجا مش ننطلقوا بدينا نخدموا عليها، هي برنامج اتصال والتعريف بهالخطه الاستراتيجيه اللي وضعتها اللي حددتها الدراسه هذه والتعريف بتونس كوجهه صناعيه وتكنولوجيه وبالتالي استقطاب المستثمرين والمساهمه في جلب الاستثمار خاصه الاستثمار الوطني بصفه خاصه خاطر عنا. وطبعا هذا الامر لا تتحمله وزاره الصناعه فحسب لان سياسه الدوله في توفير البنى التحتيه الاساسيه. على كل شكرا لك يا المديره العامه للبنيه التحتيه الصناعيه والتكنولوجيه بوزاره الصناعه ندى لشعل على الحضور وعلى كل هذه الايضاحات. بهدف النهوض بقطاع الأدلاء السياحيين الذي شهد عديد الصعوبات جراء أزمة القطاع السياحي وتداعيات جائحة كورونا، تعمل عديد الأطراف المتدخلة على تذليل مختلف الصعوبات حتى يتسنى للأدلاء السياحيين القيام بدورهم بوصفهم حلقة مهمة في منظومة السياحة والترويج للوجهة التونسية. بوصفه عنصرا فاعلا في الترويج للمواقع السياحية من معالم أثرية وموروث حضاري، يلعب الدليل السياحي دورا محوريا في المنظومة السياحية، غير أن جملة من الإشكاليات تهدد قطاع الأدلاء السياحيين، صعوبات عمقتها الأزمة التي عصفت بالسياحة على امتداد السنوات الأخيرة. أدلاء السياحة يمكن من أكثر القطاعات اللي تأثرت جراء جائحة وباء الكورونا، تعرفوا ناس الكل في السنتين الأخيرتين تعرضوا إلى بطالة إجبارية، فرص العمل كانت قليلة ياسر حتى في الفترات الصغيرة اللي عرفنا فيها توافد بعض السواح الأجانب. ومن أكثر المشاكل اللي يعيشها الدليل السياحي التونسي هي القانون المنظم للمهنة، نعرفوا اللي الإشكاليات الكل تتعلق بالقانون هذايا اللي توا عمره تجاوز نصف قرن من الزمن، معناتها يرجع لسنة 1973. احنا كجامعة تونسية لأدلاء السياحة كنا طلبنا إنه مراجعة القانون المنظم للمهنة واللي يعتبر أولوية من أولويات العمل. وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمي للأدلاء السياحيين، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة قطاع الأدلاء السياحيين. كل دليل سياحي نحكي أهمية معناها السياحة الثقافية والسياحة البيئية، السياحة معناها الإيكولوجية، علاش اللي احنا منذ سنوات نشتغلوا على إعادة الهيكلة متاع القطاع هذا، قطاع مهم جدا بالنسبة للسياحة التونسية، من خلال معناها أول حاجة مراجعة التشريعات والقوانين اللي بتاع ممارسة مهنة دليل سياحي، كذلك من خلال التكوين والرسكلة متاع الأدلاء السياحيين. نعرفوا توا احنا في ظل التحول الرقمي نحكيوا على الديجيتاليزاسيون، دونك يلزم مهنة الدليل يلزمها تواكب التغيرات والتطورات اللي قاعدة تصير من ناحية تكنولوجية وناحية رقمية. من جهتها تعمل الجمعيات التونسية للأدلاء السياحيين بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على النهوض بهذا القطاع من خلال المطالبة بتهيئة المسالك السياحية. الجمعية بدينا نحاربوا داخل الجمعية ومع ليزانترفونو معناها الوزارة والـ NTT والجميع ليزاجونس دو فواياج تو
باش نخرجوا كومبليتمون معناها الدليل السياحي من الوضعيه الخايبه اللي هو عاشها. مش مشكلنا الدليل السياحي في حد ذاته، مشكلنا القطاع السياحي. السياحه البديله والسياحه هذه الجديده ولا النمط السياحي الجديد لازم تجهز له تهيئه نتاع بنيه تحتيه، لازم مسالك سياحيه نظيفه. وفي ظل هذه الوضعيه الهشه فقد تقلص عدد الادلاء السياحيين المعتمدين الى النصف تقريبا. قدمت منظمة ونايا قذ خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم تقريرا بعنوان بودن متر قرأت خلاله مدى تطبيق رئيسة الحكومة نجلة بودن للوعود التي أطلقتها لدى تسلمها مهامها في 29 من سبتمبر الماضي. قدرت منظمة أنايا قذ أنه على رئيسة الحكومة نجلة بودن الإعلان عن أولويات واستراتيجية مكافحة الفساد والبت في موضوع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإدخال إصلاحات جوهرية ومعمقة في المؤسسات العمومية لضمان نجاعتها. وكذلك تشريك المجتمع المدني في مسار التخطيط للقيام بمشاريع وإصلاحات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ما نجمش معناها تخرج دور المجتمع المدني وتقصيه من الإصلاحات، خاطر ينجم يكون عنده الإكسبيرتيز، ينجم يكون عنده الخبرة اللي تنجم تفيد في الإصلاحات هذه. وهذه توصية قال مدير البرامج بالمنظمة يوسف بالقاسم تتوج تقريرا عن مدى التزام رئيسة الحكومة بتطبيق 17 وعدنا أطلقتها لدى تسلمها مهامها منذ 4 أشهر، ثبت بعد عمل منهجي عدم تحققها وبقاء نسبة 47 منها في طور الإنجاز. وعود تتصل بالحوكمة ومقاومة الفساد، منها تقييم وإعادة هيكلة الإدارة العمومية. الوعد هذا في طور التنفيذ، ولكن كما حكيت ما فماش الحقيقة عمل كبير وإلا عمل جدي على إعادة هيكلة الإدارة العمومية. الوعد هذا اعتبرناه في طور الإنجاز، بالرغم أنه المعلومة تحصلنا عليها من الوثيقة اللي كانت مسربة، وثيقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي اللي حطت فيها الحكومة خطة عمل إلى غاية سنة 2025، واللي التزمت فيها بإعادة هيكلة المالية العمومية وضمان إعادة هيكلة المؤسسات ومراجعة الإطار العام للوظيفة العمومية. يعني وفي المجالين الاقتصادي والاجتماعي رأت أن يقذ أن بعض الوعود هي في طور الإنجاز، منها الجهود في استرجاع ثقة الأطراف الأجنبية في الدولة التونسية والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية. فأظهرت وثيقة إحصائية للهيئة التونسية للاستثمار بتاريخ 3 ديسمبر 2021 تراجع نوايا الاستثمار في المشاريع في تونس التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار بنسبة 20%. تراجعت كذلك مواطن الشغل، عدد مواطن الشغل بنسبة 15%. كيف ما ريناش أي إجراءات ولا سياسات من شأنها التسريع بتنشيط الدورة الاقتصادية، مازالت المؤسسات الاقتصادية تعاني من ثقل TMM اللي وصل حتى 6.25 في شهر ديسمبر اللي فات. وهذا التقييم ينضاف في تقدير المنظمة إلى بعض ما سمته بالإشكاليات. التداخل في الصلاحيات بين السيد رئيس الجمهورية كرأس للسلطة التنفيذية والسيدة رئيسة الحكومة اللي هي كذلك طرف في السلطة التنفيذية، نشوفوا أنه الحقيقة فما تغييب شبه تام لدور رئيسة الحكومة حتى في التعيينات والإقالات. وتؤكد منظمة أنايا قذ أن تقريرها بودن متر والتقارير السابقة محاولة للقطع مع ثقافة الوعود غير المنجزة وترسيخ ثقافة المساءلة لأصحاب القرار، والأهم إرجاع ثقة المواطن في الدولة. أفاد رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي أن أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا يطالبون بتخصيص طائرة تابعة للخطوط التونسية من أجل إجلائهم إلى تونس، خصوصا وأنهم في حالة قلق بعد تزايد المخاوف من اندلاع الحرب على الحدود الشرقية لأوكرانيا. ذكر العلوي أن عديد شركات الطيران العالمية ألغت رحلاتها الجوية وخفضت من عدد رحلاتها بأوكرانيا، ما أدى إلى عدم توفر التذاكر وحال دون تأمين عودة عديد التونسيين الراغبين إلى تونس. وكانت وزارة الخارجية قد دعت أفراد الجالية إلى التواصل مع سفارتي تونس بكل من موسكو وفارسوفيا لتحين معطياتهما الشخصية والقنصلية، وذلك تحسبا لأي تطورات محتملة. إذن رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي الذي ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف. سيد العلوي، ما هي ظروف الجالية التونسية في أوكرانيا؟ ما هو عدده؟ أين تتمركز تحديدا؟ تحية ليك أخي طه، وتحية لجميع المستمعين والمشاهدين الوطنيين في تونس وخارجها. شكرا لمتابعتكم لأوضاع الجالية التونسية في أوكرانيا
أول شيء مقدم رسالة تطمينة لأهالي الجالية التونسية في أوكرانيا وخصوصا الطلبة بأن الوضع على أرض الميدان في نهاية الآن الصوت غير واضح سيطرح بشكل طبيعي. الصوت لو تحاول تحسين نوعية الصوت. نعم تفضل. إذن كما كنتم تتابعون انقطع الاتصال برئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي، سنحاول التواصل معه الآن وربما في نشراتنا القادمة. وفي مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، قررت الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول غربية فرض عقوبات على روسيا، وذلك على خلفية اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين أوكرانيتين. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس فلاديمير بوتين أنه ما زال منفتحا على الخيارات الدبلوماسية. تدق طبول الحرب بين روسيا والغرب بقوة على خلفية الأزمة الأوكرانية ومآلاتها، ومع اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك، اعتبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن روسيا غزت فعليا أوكرانيا، وقرر الغرب فرض عقوبات صارمة على موسكو. المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن تعليق مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الممتد إلى ألمانيا الذي كلف 12 مليار دولار، مما سيكون له انعكاسات سلبية على موسكو. الاتحاد الأوروبي بدوره بدأ وزراء خارجيته دراسة إمكانية اللجوء إلى القيود المالية المتمثلة في استبعاد روسيا من نظام التحويل المالي الذي يعرف باسم سويفت، والتفكير في الاعتماد على آلية الديون السيادية كخطوة هامة لمنع وصول روسيا إلى أسواق الديون الدولية. بريطانيا هي الأخرى قررت فرض عقوبات على روسيا، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على مواصلة استهداف أفراد قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال تجميد الأصول وحظر السفر. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد شددت على أن الهجوم على أوكرانيا سيواجه بعقوبات سريعة، إلا أنها لم تغلق نافذة الخيارات الدبلوماسية، وبيّنت أن طاولة الحوار هي المكان الوحيد الذي تحل فيه الخلافات للحفاظ على السلام. في المقابل أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق على معاهدات الصداقة مع منطقتي دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس. بوتين قال أن التحركات المحتملة للجيش الروسي في إقليم دونباس مرتبطة بتطورات الوضع المدني، مضيفا أن أفضل قرار يمكن أن تتخذه أوكرانيا هو التخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. نعود مع ضيفنا رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي الذي سألناه عن ظروف الجالية التونسية وأين تتموقع تحديدا. تفضل سيد طارق. نعم شكرا أخي طه، تحية لك ولجميع المستمعين المشاهدين الوطنية في تونس وخارجها. وضعية الجالية في تونس، أول شيء حبيت نقدم تطمينات لأهاليها وخصوصا الطلبة بكون الوضع داخل أوكرانيا إلى غاية الآن مستتب والحياة تسير بشكل عادي، لكن على الحدود الأوضاع جد مشحونة وتثير القلق والرعب. لكن ليس هناك تونسيين على الحدود في الحدود الشرقية مع روسيا، هل ثمة تونسيون في مثلا في إقليم دونباس؟ نعم، عدد التونسيين داخل أوكرانيا هو يفوق 1500 مواطن تونسي، وتعرف أغلبهم اللي هم من الطلبة تونسيين وتونسيات، ويوجد عدد من الطلبة اللي متواجدين في مدينة خاركوف اللي هي تبعد حوالي 120 كيلومتر على الحدود الروسية، وفي أكثر من 500 طلب متواجدين في مدينة المترو اللي هي تبعد حوالي 250 كيلومتر عن الحدود الروسية. نعم. أنت سيد طارق طلبت بإجلاء الجالية التونسية طبعا للراغبين في العودة، هل ثمة تفاعل من مثلا وزارة الخارجية معك؟ نعم، هو بعض البلاغ اللي أصدرته وزارة الخارجية واللي حضرت رعاياها في اللي متواجدين على الحدود الروسية في الانتقال إلى مناطق أكثر أمان،
وتحليل معلوماتهم، وذلك من أجل التواصل معهم والتحضير لعملية إجلائهم بالطائرة من أوكرانيا. وهذا اللي قاعدين احنا نشتغل عليه، وقد قمنا بخلية أزمة من أجل التواصل مع جميع الجالية داخل. نعم، كل السلامة لأفراد الجالية التونسية بأوكرانيا. رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. في أخبار الرياضة، تدور بعد قليل الدفعة الثالثة من مواجهات ذهاب ثم نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يستقبل فياريال الإسباني ضيفه جوفنتس الإيطالي في خامس مشاركة بدور الأبطال لفريق الغواصات الصفراء. في المقابل يسعى جوفنتس الإيطالي لتجاوز عثراته المتتالية في الكالشيو. أما بستانفورد بريدج، فيسعى تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب لضمان الفوز في الذهاب عندما يستضيف ليل الفرنسي، الساعي بدوره للعودة بنتيجة إيجابية من لندن. وإلى دوري نجوم قطر لكرة القدم، حيث حسم نادي السد مبكرا لقب المسابقة قبل أربع جولات من النهاية، بعد أن رفع رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه الدحيل. الزعيم كان حقق أمس فوزا عريضا بثمانية أهداف لهدفين على مضيفه الأهلي في اللقاء الذي جمعهما بملعب حمد بن خليفة لحساب الجولة 19، ليحتفظ السد بدرع البطولة للمرة الثانية تواليا، مضيفا اللقب 16 في تاريخه. تراث مشروع ثقافي أطلقته السفارة الأمريكية بتونس بالتعاون مع الكشافة التونسية، بهدف العناية بعدد من المواقع الأثرية والتعريف بها جهويا ووطنيا. خصصت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس مبلغا ماليا قدر قرابة 600,000 دينار لترميم عدد من المواقع الأثرية والعناية بها، وذلك بشراكة مع الكشافة التونسية والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. من خلال عملية تدريب أكثر من 140 شاب وشابة في كيفية العناية بالمواقع الأثرية بالطبيعة بالاستعانة بمختصين من المعهد من معهد الوطني للتراث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، باش نتوجهوا للمواقع الأثرية اللي نوعا ما مهددة. استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية وهي توعية الشباب التونسي والمواطن التونسي بأهمية التراث، بحيث هذا هو الهدف الأسمى اللي باش نسعوا له. ومن المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 70,000 شاب وشابة، بتمكين بعضهم من شراء الهواية الكشفية التراث الثقافية وفسح المجال لهم للمشاركة في ورشات تكوين والمساهمة في تنظيم تظاهرات ثقافية. تبدأ فما فرصة معناها مفتوحة للناس كل، أنا باش نشارك فيها ونحب خاطر نحافظ على التراث بلادي ونلبي الدعوة ونتفخر ببلادي وفنها العريق القديم على الآخر. التراث حاجة قديمة لازمنا نوصلوا بها أجيال الكل، ولازم كل واحد يبدأ من روحه يحافظ عليها باش يخليها للأجيال القادمة. التراث يمثل لي، مع هي حاجة معناتها في بلادنا من قبل، معناتها العصور اللي قبلنا والحضارات اللي قبلنا كي جات تخلي البصمة متاح. مشروع تراث الثقافي الذي ينتهي بنهاية سنة 24 و 2000 سيتم إنجازه على مرحلتين، ستخصص أولاها لجلسات حوار ودورات تكوينية، وسيتم في المرحلة الثانية ترميم المواقع الأثرية المهددة وتنظيم أنشطة تخييم في المواقع الأثرية الرئيسية. الآن مشاهدينا إلى التذكير بالعناوين. انطلاق أول صالون رقمي للتشغيل غدا بتونس، وأكثر من 600 مؤسسة تقدم عروضا تخص 3,000 وظيفة. المناطق الصناعية المحدثة تواجه إشكاليات عديدة، من أهمها غياب مناخ جاذب للاستثمار والأعمال وغياب إدارة رقمية. وبعد الاعتراف باستقلالهما، بوتين يأمر بنشر قوات روسية في دونيتسك ولوغانسك، ومجموعة السبع والأوروبيون متفقون بشأن العقوبات ضد موسكو. وفي الختام أشكركم لطيب المتابعة، بقية متابعة طيبة لبرامجنا، كونوا بخير دائما، إلى اللقاء.